وش لا اشكي وش كنت تشكي منه؟ اشكي اني ما اقدر امشي وايد. رجلك تعود تمشي مثلا 40 درجة؟ جابوا لنا 20 متر ولا اطلع درج توجعني. ايه سووا لي تحويل لمستشفى الملك فيصل التخصص. كيف حالك؟ الله يجزاك خير. طول عمرك، سلامتك، ما ترى باس عمي. الله يسلمك وانت ان شاء الله ما ترى باس. صحيح. عمي احنا جايينك اليوم على تبوك عشان نطمن عليك، احنا سوينا لك قبل قصر قبل سنة وجالسين نطمن عليك، نبي نفهم منك الحين. احنا جيناك قبل سنة أو أنت جيت مع الرياض قبل سنة وكان عندك مشكلة برجلك. حدثني قبل ما تجينا قبل سنة، وش كان مشكلتك؟ وش اللي خلاك تجينا على الرياض؟ أولاً يا ولدي الله يجزا حكومتنا خير. اللهم آمين. اللي تسعى للمواطن حتى هو في بيته. اللهم آمين. تعالجه في بيته. اللهم آمين. أنا كنت أراجع مستشفى الملك فهد. نعم. كنت أراجع مستشفى الملك خالد اللي في تبوك. نعم. وحصلوا معاي ان الشرايين تبقى قصر. ايه. وش كان وش كنت تشكي منه؟ اشكي اني ما اقدر امشي وايد. رجلك تعود تمشي مثلا 40 درجة؟ جابوا لنا 20 متر ولا اطلع درج توجعني. ايه. سووا لي تحويل لمستشفى الملك فيصل التخصص تبع الرياض. اي نعم. وجيت من هناك والله استقبلوني احسن استقبال طال عمرك. هذا الواقع. الله يرضى عليك، والله اني ما اقولها يعني مجامل. هذا الواقع. وش اللي صار لك بالضبط؟ الزيارة كم أعطوك موعد؟ موعد واحد؟ أعطوني موعد واحد. أيوه. جيت ومسوي لي التحاليل في نفس اليوم وسوي لي القسطرة اليوم الثاني وجلست عندهم أربع ساعات وروحت لتبوك. يعني أنت جيت أول يوم سوي لك تحاليل؟ تحاليل. سوي لك تخطيط؟ تخطيط وكشفوا عليك وسمعوا القصة منك؟ أيوه. ثاني يوم الصباح سوي لك القسطرة؟ ثاني يوم جيتهم وسوي لي القسطرة الساعة 9 والساعة 12 وأنا ما شاء الله مروح. وبنفس اليوم روحت؟ بنفس اليوم روحت. بنج عام ولا بدون بنج؟ لا تخدير موضعي. تخدير موضعي بس. الحمد لله. وعمليتي اخذت نص ساعة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الحين عقب القصر روحت انت وش صار وش تحسن؟ والله الحمد لله يا رب. والله الحين امشي زي اول واحسن من اول حتى. ما شاء الله. اي ما شاء الله ما شاء الله. الحقيقة يا ولدي والله اني بخير وعافية. واعطوك علاج من عقب القسطرة وصفوا لك حبوب مسيلة؟ اعطوني حبوب علاج واعطوني الاسبرين اللي يسيل الدم هذا. ممتاز ممتاز. يسوي لي توسع للشرايين يعني اوضاعي لله الحمد. سلامتك والله. والله احنا جايينك اليوم عقب سنة عشان نطمن عليك. الله يبارك. اللي فهمت حتى ان الرجل الثاني يمكن فيها ضيق وشوية شافوها الطبيب. اي والله. وابشر بسعادتك ان شاء الله ربنا يقدمنا ونعالجها. الله يسعد ايامك. الف سلامة. ويجزاكم خير. الف سلامة. ويجزى حكومتنا خير. اللهم امين. اي والله. اللهم امين. سلامتك. شكرا لك. يا هلا.